لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، اينما كنت في ارض الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، وما زلنا مع تدبر القرآن او التدبر في كتاب الله عز وجل. وبهذا التدبر يستطيع الانسان ان يتفهم بفضل الله ومنه وجوده وكرمه بعضا من اسرار هذا القرآن العظيم الذي لا يستطيع ان يفسره المفسرون، ولا نستطيع ان نقول ان انسانا يتصدى لتفسير القرآن فيحيط به علما، انما لا يعلم ما في كتاب الله الا منزله سبحانه وتعالى ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في كل يوم يعني نقف بين يدي رب العباد عز وجل 17 مرة بعد تكبيرة الإحرام، نقرأ فاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب تقتضي من الإنسان أن يتدبر في آياتها حتى يكون ذلك مدعاه إلى الخشوع في الصلاة، لأننا كلنا يخشى أو كلنا يخاف يعني من مسألة السهو، مسألة السرحان، مسألة عدم الاندماج في معاني الآيات أو السهو في الصلاة. وابن عباس كان يقول الحمد لله الذي قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم ساهون وإلا لهلكنا جميعا. فمن أين يأتي السهو في الصلاة؟ من ضمن الأسباب عدم التدبر فيما أقرأ. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية من آيات الرحمة توقف وسأل الله رحمته، وإذا مر بآية من آيات العذاب توقف وسأل الله أن يجيره من عذاب النار، إذا مر بآية من آيات الجنة تتحدث عن الجنة توقف وسأل الله جنة الرضوان، إذا يعني مر بآية من آيات النار والعياذ بالله توقف واستعاذ بالله سبحانه وتعالى منها. فكان يعني قراءة وتدبر وتفكر في ما يقرأ صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجب أن تكون قراءتنا. فأن نحن نبدأ كل صلاة على مدى 17 مرة مكررة، 17 ركعة فيها فاتحة الكتاب أم القرآن، نبدأ بالحمد بعد البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا إعلام من رب العباد سبحانه وتعالى أن أي شيء يبدأ بغير اسم الله فهو أبتر، يعني مقطوع منه الخير. أي شيء يبدأ بغير بسم الله فهو مقطوع منه الخير، فلا بد من الايه؟ من البسملة. بسم الله. الله سبحانه وتعالى في بداية الفاتحة، بداية سورة الحمد، الرحمن الرحيم. الرحمن، وكما يعلم الجميع انها اكثر رحمة ومبالغة من الرحيم، لانه سبحانه نقول رحمن الدنيا ورحيم الاخرة. لماذا؟ رحمن الدنيا لانه لا يعني بفضله يرحم في الدنيا المؤمن وغير المؤمن، الطائع والعاصي، المستقيم والمنحرف، السائر على طريقه والبعيد عن يعني فيه ناس لو انت وضعت في يدك ارزاقهم، يعني سبحان الله ربما تقول لا يجب ان اعطي هذا ولا يجب ان اعطي ذاك، لكن من كرم الله عز وجل يعطي من ينكر ربوبيته. عندنا 6 مليارات في عالمنا المعاصر يعيشون على وجه البسيطة اليوم، تقريبا نصفهم ينكر وجود الله، نصف يعني في 3 مليارات توقن ان هناك رب، وثلاثة اخر يعني غير مقتنعة او لها ارباب اخر او مشوشة العقيدة والفكر، ورغم ذلك يرزقهم ويعطيهم الصحة والمال والاولاد والارزاق والعقل والفكر والتمتع، لئلا يكون لهم حجة على الله بعد ذلك. فرغم ذلك يعطيهم تكرما وتفضلا. ولو انك ايها المسلم انت اذا تفكرت ان رب العباد يعطيك لانك تطيعه او انك يعني تستقيم على طريقه، لا والله، وانه يعطيك لانك تدعوه ليل نهار، لا والله، هو يعطيك تفضلا. طب وانت 9 أشهر في بطن امك كان يعطيك هذا العطاء الذي رزقك به سبحانه وتعالى مقابل ايه؟ عمل؟ ما كنت تعمل. دعاء؟ ما كنت تدعو.
عبادة ما كنت تعبد. 9 أشهر نحن كنا أجنة في بطون أمهاتنا، ما ظهرنا إلى في هذا الكون الخارجي، وكنا نأكل عن طريق الحبل السري ولا نتنفس. تمام، ما في داعي للتنفس. ليه؟ لأنه يعني الدم يصلنا أصلا نقيا سبحان الله العظيم، والغذاء عن طريق الحبل السري. فلما غلق هذا الباب ونزلنا من بطون أمهاتنا وقطع هذا الحبل السري، غلق باب الغذاء، ففتح الله لنا بابان، أو فتح الله لنا بابين في صدر الأم بلبن عجيب متغير مع نمونا، وبعدين بارد في الصيف دافئ في الشتاء سبحان الله العظيم. فنظل بهذا المنطق إلى أن نفطم، فيفتح يغلق هذان البابان ويفتح لنا أبواب 4، طعامان وشرابان. الطعامان النبات والحيوان، شرابان الماء واللبن. فإذا استقام الإنسان على طريق الله عز وجل ومات وغلقت هذه الأبواب 4، فتحت له أبواب الجنة 8. فانظر إلى المتوالية الهندسية، يغلق باب يفتح لك بابين، يغلق بابين يغلق بابين عليك يفتح لك 4. إذا استقمت يغلق على 4، تذهب إلى جنة لها أبواب 8 مفتحة، مفتحة لهم. هذا كرم الله وفضل الله، وهذه الرحمن الرحيم. فلما تتفكر في معنى هذه الرحمة قل يا الله، يعني هل من الواجب مع الرحمن الرحيم أسهو؟ ده أنا لو واقف أمام الحاكم أو أمام المسؤول لا, لا, لا أفكر في شيء آخر، حتى لو سألني سؤالا أكون متيقظ، لأن مش من الأدب أبدا أن يكون المسؤول في الدولة مثلا يكلمني في موضوع وأنا أفكر في موضوع آخر فأقول نعم ماذا قلت. لا يجرؤ الإنسان على هذا، هذا من بشر لبشر، فما بالك وأنت واقف بين يدي رب العباد عز وجل. ألم تدرك سر الصلاة عندما تدخل أنت في الصلاة وتقول الله أكبر؟ ما هذه الحركة؟ هذه الحركة وأنت مستقبل القبلة ترفع الدنيا التي تشغلك عن الله على ظهر كفيك لقلة اعتنائك بها، وتلقيها خلف ظهرك وتستقبل القبلة. واستقبال القبلة سرها كبير. القبلة من أقبله ويقبل ومقبل، خلاص. فأنا مقبل على الله والله يقبل علي، الله أكبر. ومن جاءني مشيا أتيته هرولة، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا. يعني إذن يعني هذا الكرم الله عز وجل، كما يقول العلماء ليست القضية في فقير يتودد ولكن القضية في غني يتحبب. يعني فقير لما يتودد عشان أعطيه ده شيء طبيعي، لكن في هل نظرت إلى غني يجري خلف الفقير يقبل يده ويقول له بالله عليك يا فلان خذ هذه 5، خذ هذه 10، خذ هذه 100، الله يرضى عنك، يعني امنحني هذا الكرم؟ أبدا، بالعكس. ده بعض الأغنياء إذا رأى الفقير آتيا قطب جبينه وأعطاه جنبه ثم ولاه ظهره، فيعوض هذا عقابا يوم القيامة. الله في الصلاة، شوف، أو تبدأ من 10، ولكن بعض العلماء يقولوا في الصلاة 100. شوف أنت تحصل هذه الإيه. بس لا أريد من أبنائنا وبناتنا ألا يذهبوا إلى الحاسب الآلي أو اللي بيحسبوا عليه الأرقام يقول آه أنا ليه كذا حرف في 10 بكذا. لا لا، أنت لا تحسب على الله حسناتك، أنت أحسب سيئاتك وتوب منها، ورب العباد لن يضيع عليك حسناتك أبدا. فتخف وتقول في القبلة الله أكبر. القبلة هنا تعطينا إحنا كمسلمين من التدبر أمرين خطيرين. صحيح، أينما تولوا فثم وجه الله، ورب العباد فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فرب العباد سبحانه وتعالى لما أولي أنا وجهي شطر المسجد الحرام يبقى أنا عملت شيئين من باب التدبر. حددت وجهتي، لازم نحدد الهدف. عملوا استبيان في بعض الجامعات العربية الإسلامية في بلادنا للشباب، وجدوا أن 97% للأسف من شبابنا العرب المسلم ليس عنده هدف. تسألوا يا ابني أنت بتدرس ليه الهندسة ولا الاقتصاد؟ عشان يكون معايا اجازة علمية، وبعدين والاخرج عشان ابويا يفتح لي مكتب، وبعد مكتب يعينني 3-4 سكرتيرات وادارة، وبعدين هيشتري لي سيارة، وبعدين اتزوج، وبعدين انجب،
وبعد ما تنجب يقول اذهب باولادي الى احسن المدارس وبعدين ادخلهم في نفس التخصص وبعدين يساعدوني في العمل. فين اين الهدف؟ اين الهدف؟ انا ما سمعت هدف الى الان. لا سمعت انه عايز ينصر الاسلام، ينشر الاسلام، يري عظمة الاسلام، يري مكانة العقل المسلم، مكانة رجل الاعمال المسلم الخير ليفتح الابواب ويعمل مصانع ويشغل الناس ويخترع، والراجل في معمله وبعدين ينفق على الفقراء والمساكين ويجيب النابهين من الفقراء يبعثهم بعثات في تخصصات الهندسة الوراثية والجينات وعلم علوم الفضاء وعلوم التصنيع وعلوم التكنولوجيا والتقنية الحديثة. اذا ده واحد عنده هدف، لكن ما عندك هدف الا انك تلف وتدور حول نفسك، تشتري وتركب وتلبس وتسكن ثم بعد. هل هذه هي الهمة؟ لا. فانت عند القبلة لك موضوعين في التدبر، انك حددت وجهة سيرك وان الى ربك المنتهى، وحددت اين انت، اين انت والى اين انا ذاهب. ادي القبلة وادي المكان اللي انا ايه اللي انا واقف فيه. اذا هذا هو المسلم عندما يقف في كل صلاة تدبرة، الحمد لله رب العالمين. يا الله الحمد لك يا رب، انت لست ربي وحدي ولا رب المسلمين ولا رب النصارى ولا رب اليهود، انت رب العالمين. كل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم، كل المخلوقات، رب السماء والارض وما بينهما وما تحت الثرى، كل ما في هذا الكون انما هو ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي يربيهم على موائد كرمه. مش انت اللي تعامل الناس لا تعاملوا الناس كارباب، لا، نحن نعامل الناس عبد لعبد، انسان لانسان. اما الذي يحاسب العباد فهو رب العباد سبحانه وتعالى. وفي هذا التدبر يكون اكثر خشوعا ومدعاة الى الا تسهو في الصلاة ولا تسرح في الصلاة. نسأل الله سبحانه ان يجعلنا لكم من الخاشعين، ولكن لنا مع فاتحة الكتاب وقفة اخرى، ونحن نحاول معا ان نتدبر في بعض ايات كتاب الله. اللهم اجعلنا من المتدبرين، وتقبلنا في عبادك الصالحين، ولا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومعجزة الله